أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي. وفيها حكمة برتغالية ترفع بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ كرة القدم، ما قصتها؟ تتابعون كذلك لماذا تهرب الأندية الإسبانية من صفقات سوق الانتقالات الشتوية؟ صحيفة آس تجيب. أهلا بكم. اعتمدت البطاقات الحمراء والصفراء في رياضة كرة القدم كأداة يستخدمها الحكام لإنذار اللاعبين في حال ارتكبوا أخطاء خلال المباراة، فالبطاقة الصفراء تعطى للاعب ارتكب مخالفة ضد لاعب آخر بغير قصد الإيذاء المباشر، إما لتدخل الخشن أو لمعارضة الحكم في أحد قراراته أو حتى بغرض إضاعة الوقت. أما رفع البطاقة الحمراء في وجه اللاعب فتعني أنه قد ارتكب خطأ كبيرا يستوجب حصوله على الإنذار الأحمر، وبالتالي طرده واستبعاده من اللعبة. لكن ما حصل في البرتغال هو أمر مختلف تماما، فقد قامت الحكمة كاتارينا كامبوس، هذه الحكمة قامت بإشهار بطاقة بيضاء اللون في مباراة جمعت ناديي سبورتينغ لشبونة وبنفيكا ضمن الدوري البرتغالي لكرة القدم للسيدات، وذلك كأول إنذار أبيض يرفعه حكم في تاريخ كرة القدم منذ بداية انتشار اللعبة الشعبية. أما من تلقى هذه البطاقة فقد كان الفريق الطبي لناديي سبورتينغ لشبونة وبنفيكا، وهذا هو أحد أعضاء الكادر الطبي، وذلك بعدما قام الطاقمان بالتعاون معا لإسعاف أحد الجالسين على دكة البدلاء بعد شعوره بالإعياء. هذا المشهد صدم الحاضرين جميعا، إذ لم يعتاد جمهور الكرة على مشاهدة بطاقة بيضاء ترفع في مباراة لكرة القدم. أما عن سبب رفع تلك البطاقة فقد أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن البطاقة البيضاء تعد تكريما للاعب النظيف والروح الرياضية داخل أرضية الميدان وللسرعة التي أبدتها الطواقم الطبية في الاستجابة للحالة العاجلة. يوم أمس تمكن فريق باريس سان جيرمان من تجاوز دور 32 من كأس فرنسا بعد الفوز على فريق بايدو كاسل بسباعية نظيفة سجل منها مبابي خماسية كاملة، لكن النتيجة الكبيرة وخماسية مبابي لم تكن هي الخبر المميز عن هذه المباراة. القصة المميزة من هذه المباراة هو هذا الشخص الظاهر في الصورة، هذا هو أليكسيس زيميجاك، وهو فني كهرباء يعيش بالقرب من مدينة باريس، متزوج وأب لطفلين. وكان حديث الصحافة الفرنسية خلال اليومين الماضيين، أي قبل مباراة باريس وكذلك بعدها. السبب بكل بساطة أن هذا الشخص هو لاعب في الفريق المنافس لباريس في مباراة الكأس يوم أمس، وهذه صورة للاعب في مواجهة كيليان إمبابي كذلك من مباراة الأمس. وزيميجاك هو مدافع لفريق دوكاسل منذ عامين، وهذا الفريق يلعب في دوري الدرجة السادسة، وهو طبعا دوري للهواة في فرنسا، لذلك تجد لاعبيه يمارسون مهنة أخرى غير كرة القدم كما يحصل مع زيميجاك الذي يعمل كهربائيا. لكن أيضا هذه ليست القصة الكاملة، فكثير من الناس يمارسون كرة القدم على مستوى أندية الهواة في أوروبا، وليست هذه حالة نادرة. ما النادر إذن؟ النادر أن زيميجاك هو عضو فعال في رابطة مشجعي باريس سان جيرمان، والتي تطلق على نفسها كوليكتيف ألترا باريس وتختصر بكوب، ومشجع متيم بكيليان مبابي، وهنا يرتدي كما نشاهد في الصورة وشاحا لنادي باريس سان جيرمان، حتى أنه قال قبل المباراة إنه لا يريد مواجهة مبابي أو أن يتسبب له بإصابة، لأن باريس لديه مباراة هامة ضد بايرن ميونخ كما يعلم الجميع في دوري أبطال أوروبا. الجميل أن اللاعب احتفل بفوز باريس سان جيرمان بعد المباراة مع جماهير الرابطة الباريسية، فتخيل يا رعاك الله.
تتميز سوق الانتقالات الشتوية بأن أسعار اللاعبين فيها تكون أقل من نظيرتها في سوق الانتقالات الرئيسي، أي في الصيف يعني بعد انتهاء الموسم الكروي في أوروبا. كما يكون اللاعبون المنتقلون ضمن سوق الانتقالات الشتوي بحالة بدنية جيدة نظرا لوقوعها في منتصف الموسم. لكن وكما للانتقالات الشتوية في أوروبا إيجابيات، فإن لها كثيرا من السلبيات، مثل أن الأندية تجد صعوبة في التوقيع مع اللاعبين لأن أنديتهم الأصلية ترفض ذلك في منتصف الموسم، كما أن اللاعب القادم إلى ناد جديد في منتصف الموسم لا يجد وقتا كافيا كي يعني يتأقلم مع زملائه في الفريق وكي يكون صورة أو تصور لدى الجماهير، مما يتطلب إذن أداء ممتازا حتى يحظى بالنجاح مع فريقه الجديد. بالطبع من السهل إحصاء الانتقالات الشتوية بما أن عدد اللاعبين المنتقلين قليل مقارنة بأشهر الصيف، إلا أن هناك صفقات شتوية بثوب صيفي كما هو الحال مع صفقة الأوكراني ميخائيلو مودريك المنتقل من صفوف شاختار دونيتسك لصفوف تشيلسي اللندني. كانت طبعا هذه هي الصفقة كبيرة وعادلت 100 مليون يورو. الملاحظ في سوق الانتقالات الشتوية أعزائي المشاهدين لعام 2023 بأن الأندية الإسبانية الكبيرة لم تدخل في أي صفقات، وهو ما عزته صحيفة آس إلى تاريخ سيء من الصفقات الشتوية الفاشلة التي سردت جزءا منها هذه الصحيفة. طبعا نبدأ من إيمانويل أمونيكي. انتقل هذا النرويجي في شتاء موسم 96-7 أو النيجيري عفوا 96-97 في هذا الموسم، انتقل إلى صفوف نادي برشلونة بعدما تألق في الألعاب الأولمبية بأتلانتا، وبعد ذلك يعني بعد 3 سنوات قضاها مع الفريق لم يتجاوز ظهور هذا الرجل سوى 20 مباراة فقط مع نادي برشلونة، ما جعله محل سخرية كبيرة. نذهب إلى أنطونيو كاسانو. تعاقد نادي ريال مدريد مع هذا المهاجم الإيطالي أنطونيو كاسانو مقابل 5.5 مليون يورو قادما في ذاك الحين من نادي روما، ورافقت انتقاله تغطية إعلامية كبيرة باعتباره النجم الجديد للفريق. لكن سرعان ما غادر مكتفيا فقط بالمشاركة في 29 مباراة. السبب كان هو معاناته من الوزن الزائد وقلة تهديف هذا يعني المهاجم الكبير، طبعا لم يسجل سوى في ذاك الوقت 4 أهداف. نذهب إلى مارتن باليرمو. أصيب عشاق نادي فياريال بخيبة أمل كبيرة بعدما شاهدوا نجمهم الجديد مارتن باليرمو يكتفي بعدد قليل من الأهداف، سجل 6 أهداف فقط، وهم الذين استبشروا بضمه خيرا بعدما نجح مع بوكا جونيورز الأرجنتيني في تسجيل 2 أمام ريال مدريد خلال كأس الإنتر كونتيننتال. لاعب آخر من ضمن الصفقات الفاشلة للأندية الإسبانية هو ماكسي لوبيز. دفع نادي برشلونة 6 ملايين يورو لفريق ريفر بلايت مقابل ضم المهاجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز، وتوقع المتابعون طبعا في موسم 2004-2005 بأنه سيكون موسما للتألق للأشقر، هذا الرجل الأشقر بتسجيل عدد كبير من الأهداف، ومع ذلك كان الواقع مخالفا ودفع اللاعب للرحيل عبر عقد إعارة بعد مرور 6 أشهر فقط مع البلاوغرانا. سيسينيو. في عام 2005 وقع اختيار نادي ريال مدريد على المدافع سيسينيو ليكون ضمن تشكيلة النجوم، ودفع من أجل إتمام صفقته مبلغ 8 ملايين يورو، مبلغ كبير في ذاك الوقت. طبعا تلقاها من النادي البرازيلي نادي ساو باولو، لكن شبح الإصابات طارد سيسينيو ودفعه كي يرحل صوب نادي العاصمة روما.
أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم تعيين فرناندو سانتوس مدربا جديدا لمنتخب بولندا بعقد يمتد حتى عام 2026، وستكون هذه التجربة الثالثة للمدرب البالغ من العمر 68 عاما في تدريب المنتخبات بعد تجربته الأولى مع منتخب اليونان والتي استمرت من عام 2010 إلى 2014 وتلك الشهيرة مع منتخب البرتغال، إذ ينتظر سانتوس عديد من التحديات المهمة مع منتخب بولندا، أبرزها كأس أوروبا 2024 بألمانيا والتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك. نفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم نفى وصول دعوة لمنتخب أسود أطلس للمشاركة كضيف شرف في النسخة 48 من بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في الإكوادور العام المقبل. وقالت تقارير إعلامية مغربية إن الدعوة المشاركة في كوبا أمريكا قد جاءت عبر المكتب التنفيذي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونيبول، كما أوضح مصدر داخلي أن الاتحاد المغربي لم يتوصل بمراسلة رسمية ولا بأي اتصال من الاتحاد الأمريكي الجنوبي بهذا الخصوص، معتبرا أن الصورة الجيدة التي ظهر بها أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 جعلت جماهير الكرة عبر العالم تتعاطف معه. كشفت تقارير صحفية سعودية أن مفاوضات إدارة نادي النصر السعودي مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني قد تمت بنجاح. وذكرت صحيفة اليوم السعودية أن الدولي الكرواتي وقع على عقد مع نادي النصر لتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل. وقالت الصحيفة السعودية بقسمها الميدان الرياضي على صفحتهم في تويتر: نادي النصر يوقع مع لوكا مودريتش، وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل النادي، ومن المتوقع في القريب العاجل الإعلان عن الصفقة الكبيرة. أصبح الإنجليزي هاري كين الهدف التاريخي لنادي توتنهام بعد تسجيل هدفا في مباراة الأمس أمام فولام في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وعادل كين بفضل هذا الهدف رقم جيمي غريفز في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لتوتنهام برصيد 266 هدفا، وأصبح كين بالتالي الهدف التاريخي لتوتنهام إضافة إلى كونه الهدف التاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 53 هدفا مناصفة مع واين روني. هزت فضيحة جنسية كرة القدم في إيران بعدما قرر وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي فتح تحقيق في مزاعم تعرض قاصرين للاعتداء الجنسي في أكاديمية لكرة القدم بشمال شرقي البلاد. نتابع هذه المادة التي عدها الزملاء في قسم نيو ميديا. شاركت عديد من الدول العربية والإسلامية في أول بطولة دولية لرياضة هوكي الجليد المقامة في مدينة كازان الروسية، إذ ضمت البطولة 12 منتخبا لعب بعضهم ضد بعض في نظام المجموعات ضمن فئتي الرجال والسيدات. نتابع. أقيمت في مدينة كازان الروسية أول بطولة دولية
لهوكي الجليد بين الدول الإسلامية، واختتمت فعالياتها على ملعب تات نفت أرينا بمباراة احتفالية مع أفضل اللاعبين من كل فريق إلى جانب حفل الختام. إقامة مثل هذه البطولات للدول الإسلامية هي ليست فقط جمع الرياضة، بل جمع الشعوب الإسلامية مع بعض على كلمة واحدة. دائما الرياضة هي أسرع طريقة للتواصل بين الشعوب. البطولة جرت في الفترة بين 13 و17 من كانون الثاني الحالي، إذ تنافس خلالها 12 فريقا بفئة الرجال من البحرين وإيران والسعودية وعمان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان، بالإضافة إلى فريق مشترك للجزائر والمغرب ولبنان وخمس فرق بفئة السيدات. كانت مميزة جدا، كنا مستمتعين وسعدنا بلقاء الكثير من الفرق مثل البحرين وفريق تترستان قوي جدا. البطولة مهمة جدا للجميع، ليس فقط للدول الإسلامية بل بشكل عام لتستمر رياضة الهوكي في العالم جميعا. المسابقة أقيمت بنظام المجموعات، إذ شهدت فئة الرجال تسجيل منتخبات أوزبكستان وتترستان والإمارات أكبر عدد من النقاط، في حين فاز فريق تترستان ببطولة السيدات. وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام جولة اليوم من شوط إضافي، نلقاكم في جولات مقبلة. إلى اللقاء.